السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم البرامج للديزاينر فرنتشر أو الراجل اللي بيصمم أسياد، عندنا شوية برامج ممتازة وأغلبها مجاني. هنبدأ بسويت هوم 3D، ده من البرامج القوية جدا وفي مكتبة حلوة وهو برنامج مجاني. عندنا برنامج فيوجن 360 وده من أوتوديسك، وفي نسخة مجانية وفي نسخة طبعا بفلوس. البرنامج سهل جدا جدا في الاستخدام، تقدر ترسم بيه أشكال كتيرة زي ما انت عايز. ده البرنامج ودي الأسعار بتاعته لو انت عايز تشتريه، ودي الأشكال اللي هو بيبدأ يرسمها. برنامج فري كاد هو برنامج مجاني وأوبن سورس، وبتقدر تعمل بيه الفرنشر بتاعتك زي ما انت عايز، تقدر تشكل بيها الحاجات زي ما انت عايز. عندنا برنامج سمارت درو، وتقدر تلاقي اشكال كتير جاهزة، تقدر تعمل تصمم انت ترابيزة مكتب زي ما انت عايز. في برنامج اسمه اي زد وود شوب، بتقدر تلاقي ادوات تساعدك على التصميم. تقدر تقول له انا عايز مثلا اعمل اشكال معينة، تقدر تصمم اي حاجة انت عايزها. هنروح فيكتور ووركس وبنلاقي ان هو عمل لنا برنامج متخصص للناس اللي عايزة تعمل فرنتشر، وبيديك ادوات تسهل عليك التصميمات بتاعتك. وهنا برنامج اسمه وود وورك فور انفنتور، تقدر تصمم برضو اشكال مختلفة. ده سكتش ليست 3D، بيديك برضو أدوات تقدر تصمم بيها أي حاجة أنت عايزها. وده برنامج اسمه برو 100، تقدر تحمل الديمو بتاعه وتقدر إن أنت تشتغل عليه. وطبعا سكتش أب من البرامج القوية جدا جدا اللي تقدر تصمم بيها الحاجات اللي أنت عايزها بسهولة، وتقريبا أغلب الانترو ديزاينرز بيكونوا احترفوا البرنامج دوت.